السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي، النهاردة هنكمل الجزء الثاني من الوحدات بتاعة البلوزة. هو البلوزة متكونة من وحدتين، الوحدة الأولانية احنا عملناها فيديو قبل كده، والنهاردة الوحدة الثانية اللي هي هنتابع مع بعض ونعرف تفاصيلها. شكرا لكل المشتركين معايا ومتابعين معايا واللي يتفاعلوا معايا ويقولوا لي آرائهم في التعليقات، ونبدأ مع بعض. هنبدأ مع بعض بالغرزة بتاعتنا والغرزة السحرية، الدايرة السحرية، وبناخد الخيط بالشكل ده، نقفل، نطلع واحد اتنين تلاتة، وندخل ناخد الخيط ونعمل عمود، اتنين عمود، تمام، وبعدين واحد اتنين تلاتة، ناخد الخيط ندخل كمان ثلاثة عمود بلف، ثلاثة وثلاثة عمود بلفة، واحد ثلاثة، نقفل شوية ونعمل ثلاثة عمود بلفة. واحد اتنين تلاتة، نقفل كمان شوية وبعدين نيجي في الغرزة التالتة ونعمل منزلقة بالشكل، تمام، نطلع واحد اتنين تلاتة، اخد الخيط واشتغل فوق العمود، اهي الغرزة اهي بتاعته، وباخد عمود، اخد الخيط والغرزة التانية كده، وهاخد الخيط والغرزة كده، واحد اتنين تلاتة، عملنا التلاتة، جينا ناخد الخيط وبندخل في الفراغ هنا ونعمل عمود، اتنين عمود، واحد اتنين تلاتة، وادخل نفس المكان واعمل اتنين عمود واشتغل على التلاتة عمود معايا، اول واحدة هنا والتانية اهي عمود والتالتة نفس القصة اهي، ندخل في الفراغ اللي هو في الركن، بعمل عمود اتنين عمود ثلاثة سلسلة في نفس المكان، اتنين عمود بشتغل على العواميد نفس اللي عملته في الركن الاولاني، تمام، نفس الخطوات، بشتغلها على كل ثلاث عواميد، بعمل عليهم ثلاث عواميد، وفي الأركان بعمل أربعة اتنين تلاتة اتنين. هكمل بقية الأضلاع وارجع لكم تاني. هبدأ دلوقتي أدخل في ثالث سلسلة وأعمل منزلقة بالشكل ده، بطلع واحد اتنين تلاتة، باخد الخيط وادخل في العمود اللي وراه، وفي كل عمود بعمل عمود بالشكل ده، وفي الركن بتاعي بعمل اتنين عمود والتلاتة سلسلة، اتنين عمود تاني، وبشتغل على العواميد بتاعتي، فوق كل عمود بعمل عمود، تمام، بكمل الحماويد كلها، بدخل كل عمود في غرزة كل عمود وبعمل عمود، باجي في الركن هنا وبعمل عمود اتنين عمود اتنين سلسلة ثلاث سلسلة، وفي نفس المكان هنا اتنين عمود، وبكمل الحماويد بتاعتي والشغل بتاعي اهو، منتهى الجمال. بص الحاجات الحلوة رائعة جدا ومتناسقة مع بعضها. هنلف ونكمل بقية الوحدة وهقول لكم الصف اللي بعديها بنفس الطريقة، بنطلع برضو
وبنعمل كده عملنا وصف اتنين تلاتة كده كفاية تلاتة. طيب وهنكمل الغرزة التانية زي ما هوريكم. تمام، في غرزة تانية بعديها كمالة للغرزة دي. تمام، هنكمل الصف بتاعنا وهرجع لكم تاني. خلصنا السطر بتاعنا ودخلنا هنعمل منزلقة في السلسلة التالتة. في هنا وسط اهي في الغرزة، فبنيجي نعمل ندخل نعمل منزلقة. بعد كده ممكن تعملي كده اهي، بدي من غير ما تاخدي بالك انت بدي، باجي هنا بطلع واعمل واحد اتنين تلاتة وغرزة زيادة اربعة، باخد الخيط وبدخل اسيب. انا دخلت في ده العمود السلاسل، بسيب العمود اللي وراه بدخل في تالت عمود بالشكل ده وبعمل عمود سلسلة، باخد الخيط بسيب غرزة عمود وادخل في الغرزة التانية سلسلة، بسيب عمود وادخل في الغرزة التانية. تمام، وبعدين سلسلة بدخل في الركن هنا بعمل عمود واحد اتنين تلاتة في نفس المكان بعمل عمود. تمام، بعدين سلسلة باجي اعمل عمود سلسلة بسيب واحدة ادخل في التانية عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة، وباجي في الركن بعمل عمود ثلاث سلاسل واحد اتنين تلاتة، باجي بكمل نفس الركن هنا بعمل عمود سلسلة وأول عمود وهكذا طول السطر بتاعي بعمل نفس الغرزة. تمام، هكمل السطر وهرجع لكم تاني. الغرزة اللي السطر ورا هتختلف شوية، فتابعوا معايا للآخر وهوريكم اتعمل ازاي. هنيجي هنا نقفل السطر، عملنا غرزة السلسلة وفي السلسلة واحد اتنين في التالتة هنا بقفل بالشكل ده. تمام، بدخل غرزة منزلقة في السلسلة اللي وراه في الفراغ وبطلع واحد اتنين تلاتة اربعة، باخد الخيط وفي الفراغ هنا بعمل عمود. تمام، سلسلة وعمود في الفراغ سلسلة وعمود في الفراغ سلسلة وعمود في الركن هنا، وبعدين واحد اتنين تلاتة في نفس المكان بعمل وسلسلة عمود وسلسلة اهي سلسلة في وفي العمود سلسلة وعمود في ايه في الفراغ اللي هو السلسلة اللي الدور التحتاني سلسلة عمود. بعمل عكس الشغل زي ما قلت لكم، حاجة جديدة مش بنفس النمط، يعني نفس النمط بس الحركة بنعمل في الفراغ عكس اللي احنا عملناه السطر اللي فات. في الركن كمان بنعمل عمود ثلاث سلاسل في نفس المكان عمود، وبنمشي نفس النظام كده سلسلة وباجي في الفراغ بعمل عمود وهكذا، بكمل كل الأركان بتاعتي بنفس الطريقة ديت. وهرجع لكم تاني هنقفل الشغل بالشكل ده بسلسلة وواحد اتنين في الغرزة التالتة اهي. دلوقتي انا عملت صفين واحد اتنين، هعمل صف تالت بنفس الطريقة، وبعد كده هنعمل التشبيك ان شاء الله مع غرزة الوحدة التانية اللي قلنا عليها. تمام، انا كده خلصت الوحده بتاعتي، وان شاء الله يكون الفيديو النهارده سهل وبسيط جدا وما فيهوش اي صعوبه علينا كلنا. هنبدا نعمل بعد ما نعمل الوحده دي هوريكم الفيديو الجاي ازاي نعمل التشبيك مع الوحده التانيه، ولو كفى الفيديو ان شاء الله هنعمل كمان حرده الرقبه. تمام، ان شاء الله يكون الفيديو مفيد لكم واستمتعنا مع بعض بفيديو جديد. الى اللقاء باذن الله مع حلقه الجايه بتاعت التشبيك مع بعضهم الوحدتين مع بعض وكمان الرقبه، ومع السلامه.